صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: سمعت أحد أئمة الصوفية يقول: لا تقرأوا سورة الفجر وسورة المسد احتراما لمشاعر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. سورة إيش؟ سورة الفجر وسورة المسد. مش على سورة الفجر، الظاهر يقصد سورة عبس، عبس وتولى وجاءه الأعمى، ويقول هذه ما تقرأ لأن فيها عتاب للرسول صلى الله عليه وسلم، وسورة تبت لأن فيها ذم لعم الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني كأنه يستدرك على الله والعياذ بالله. هذا يدل على أن قرابة الرسول إذا لم يؤمنوا فإنهم يكونون من أحط الناس وأخسر الناس ولو كانوا أقارب للرسول صلى الله عليه وسلم. وسورة عبس تدل على أنه لا يحتقر المؤمن ولو كان أعمى ولو كان أعرج ولو كان فقيرا، لا يحتقر، لا يحتقر من أجل ذلك، لأجل مظهره، لأنه عبد لله مؤمن قريب من الله سبحانه وتعالى. نعم، وهذا باق إلى أن تقوم الساعة، وله بالقصد منه الإساءة إلى الرسول، القصد تعليم الناس. نعم.